على مدى عشرات من السنين تكدست مرارات الأكراد من الدول الأربع المحيطة بمناطق الكرد في العراق وسوريا وإيران وتركيا، دول لا ترضى الاعتراف بحقوق شعب عانى أكثر من الأمرين، فأنكرت هذه الدول على الأكراد ثقافتهم وتطلعاتهم القومية، كما أنكرت مساندتهم الفاعلة على امتداد التاريخ السياسي للدولة الإسلامية. فتعرض الأكراد للحصار وجبروت الدكتاتور، ذبحوا وهجروا ووضعوا في موقع الاتهام والعمالة لأنهم فقط فكروا أو حتى حلموا بحكم ذاتي لهم. هذا الحكم يفهمه المعنيون من العرب والأتراك والفرس على أنه مشروع يمزق الأوطان والبلدان، حتى إنهم يشبهون حلم الكرد بأنه دولة إسرائيل ثانية، خوف مبرر بالنسبة للبعض في الشارع العربي، ولكن بالنسبة للبعض الآخر يعزى إلى غياب ثقافة التعدد والتنوع، وكأن الفكر القومي لأي جماعة في المنطقة عموماً لا يقوم إلا على نفي ثقافة الاختلاف وعلى نكران وجود الآخر، حتى توقد عنصرية الظالم عنصرية المظلوم فتلتهم النيران. هذا